طبعا تحدثنا عن 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 الريان، ونتحدث ايضا عن الجيش، طبعا عن نتائج الريان، عن مسار الريان في مسابقة هذا الموسم، لكن ايضا من حق الجيش ان نتكلم عن مساره في هذا الموسم، من حق جمهوره أن يعود بالذاكرة إلى الوراء، يتذكر كيف كان السيناريو، اللعبة من أفانيلدو رودريغيز اللي راحت لخارج أرض الملعب، الآن إلى ضربة زاوية هو أمامك الامتعاض.